جدي رحمة الله عليه لما ذهب بأبي إلى الكتاب قال لشيخ المحفظ اقتله وكلمني أدفنه، ما تسأل ولا شيء ولا. وأنا قرأت أن هذا كان يقال في بلاد أخرى، يعني هذا لم يكن فقط شأن المغاربة، هذا شأن الناس، يعني لا تهتم، أضرب اكسر اقتل، إذا بلغ الأمر أن تقتل فادعوني وسأدفنه ولن يعني أزعج منك شعارة. بل هذه وقعت عندنا، امرأة أرملة بعثت ابنها إلى الكتاب، فالشيخ ضربه، يعني بعد ضربه ضربة أصابت منه مقتلا، فقتل هذاك الولد الصغير، فأمسك بالشيخ، أمسكه أهل القبيلة، ثم دعيت المرأة فقيل إن ابنك قد مات، ضربه الشيخ فقتله. فأتت الشيخ وقالت له هل ضربته لأجل القرآن؟ قال ما ضربته إلا لأجل القرآن. قالت أرسل الشيخ والله لن أزعج منه شيئا. لكن هذا زمن من لا، الآن إن مسسته أتك أبوه وعمه وخاله وجارهم وواحد يمشي في الطريق أيضا يأتيك، ولكن الأجر على قدر النصب. الله يعين.